السلام عليكم. زي ما انتم متذكرين بدأنا في المحاضرة الماضية في تشابتر 3 اللي بيحكي عن ميكانيكال بروبرتيز اوف ماتيريالز، اللي من خلاله راح نشوف العلاقة ما بين ستريس وسترين بالدرجة الأولى. تعرفنا على مجموعة ميكانيكال بروبرتيز، راح نراجعها بشكل سريع ونكمل نشوف بعض البروبرتيز الإضافية، وغير هيك راح نشوف اليوم كيف ممكن من خلال التيبلز اللي عندنا في الكتاب نطلع الميكانيكال بروبرتيز اللي نحتاجها عشان نحل أي مسألة. أهم تيست نستخدمه عشان نطلع من خلاله ميكانيكال بروبرتيز للماتيريالز اللي هو التنسايل تيست. فكرته بسيطة، نجيب سبيسيمن من الماتيريال إلها ستاندرد جيومتري، نثبتها على تنسايل تيستنج ماشين، وتبلش الماشين تطبق عليها لود، وبصير في عنا إلونجيشن أو ديفورميشن، بتتسجل هذول القراءتين. فبيسكلي التنسايل تيستنج ماشين تعطينا قراءتين، قراءة اللود versus قراءة الإلونجيشن أو الديفليكشن. بيستمر التست لحد ما تنكسر السبيسيمن. هذا الكيرف اللي بنحصل عليه من خلال الماشين او من خلال الاكسبيرمنت بشكل مباشر بناخذه بنحوله لانجينيرنج ستريس سترين دياجرام عشان نتخلص من تاثير الجيومتري، ويصير عندنا كيرف بيمثل لنا ماتيريال بروبرتي. فاللود بنقسمه على الانيشال اريا اي نوت، فبصير اسمه ستريس انجينيرنج ستريس. الديفليكشن بنقسمه على الانيشال لينث النات، فبصير اسمه strain epsilon اللي هو engineering strain. طيب بنحول الكيرف اللي عنا ل engineering stress strain diagram، هيك ممكن نطلع من خلاله mechanical properties او مجموعه من الماتيريال properties. طيب من الشغلات المهم جدا ننتبه لها في الكيرف انه في الميتالز بنشوف نوعين من behavior. في البدايه elastic behavior، يعني لو شلنا اللود بيرجع كل شيء زي ما هو، وبعد هيك ببلش يصير عندنا plastic behavior او plastic deformation، لما نشيل اللود ترجع العينه شوي بصير في عندنا ريكفري، بس بيظل في عندنا بيرمننت سيت او بيرمننت الونجيشن. طيب الالاستيك ريجن في المترز بتكون لينير، فاول ماتيريال بروبرتي بنطلعها اللي هي سلوب تبع اللينير الالاستيك ريجن. هذا سلوب بنسميه المودولس وبلاستي او يانز مودولس، فهذه اول ماتيريال بروبرتي بنطلعها اللي هي اي. طيب نهايه الالاستيك ريجن تحديد اللينير الاستيك ريجن، نهايه اللينير الاستيك ريجن بدايه بلاستيك ريجن، ممكن اعرف نحكي في عندنا بروبورشنال، في عندنا كذا كذا، بس يعني فعليا القيمه اللي ممكن نطلعها بسهوله اللي هي يلد سترينث. فثاني قيمه بنطلعها اللي هي يلد سترينث سيجما واي او سيجما واي اس، على حسب كيف تنكتب في، يعني مرات تنكتب سيجما واي في بعض الكتب، مرات سيجما واي اس. طيب فهذه بنعتبرها انه نهايه الاستيك ريجن وبدايه بلاستيك ريجن. بعد هيك بصير عندنا بلاستيك ديفورميشن خلاله كمان مره، هذا الكيرف ما بنشوفه دائما، يعني معظم الماتيريالز الكيرف تبعها زي هيك. بصير عندنا سترين هاردنينج، بيستمر البلاستيك ديفورميشن لحد ما نوصل لبيك معينه، البيك اللي بنوصلها اكبر قيمه من ستريس بنسميها الالتيميت سترينث اللي هي سيجما يو. بعد هيك الكيرف ببلش ينزل عشان بلش يصير عندنا نيكينج في السبيسيمن، وبيستمر شويه بينزل، بعد هيك بصير عندنا الفراكتشر. البروبرتي الرابعه اللي بنطلعها لما يصير عندنا الفراكتشر، فعليا ما بيهمنا الفراكتشر ستريس، احنا اللي بيهمنا سترين ات فراكتشر، بنسميه ابسلون اف او برسنتج الونجيشن زي ما راح نشوف يسموه في التيبلز. طيب بعد ما تعرفنا على هذه البروبرتيز نطلعها بشكل عام، طبيعي حكينا عن ستيل عشان اكثر ماتيريال بيتهمنا، زي ما حكينا له هاي ستيفنس يعني يانز مودولس عالي، هاي سترينث يعني ليل سترينث التيميت سترينث عاليات، وتغيير نسبه الكربون تاثر على السترينث تبعه بشكل كبير زي ما شفنا المحاضره الماضيه. الماتيريالز بشكل عام قسمناها لنوعين من الماتيريالز، في عندنا دكتال ماتيريالز وبريتل ماتيريالز. دكتال ماتيريالز هي الماتيريالز اللي بصير فيها كميه كبيره من بلاستيك ديفورميشن قبل ما يصير عندنا فراكتشر، زي ستيل ألمنيوم اشياء زي هيك. طيب البريتل ماتيريالز زي الكيرف الازرق اللي هي الماتيريالز اللي ما بصير فيها بلاستيك ديفورميشن نهائيا او بصير فيها كميه صغيره من البلاستيك ديفورميشن. الدكتال ماتيريالز زي ما حكينا معظم الكيرف اللي بنشوفها بتكون كونتينوس زي هيك، فصعب بالنظر انه نقعد نحدد مثلا هذه بروبورشن، هذه ييلد، هذه كذا، هذه الاستيك ليمت. فعاده بيستخدموا شيء بسموه 0.2% اوفست كرايتيريا عشان يطلعوا قيمه الييلد سترينث. ببساطه هون بناخذ قراءه سترين 0.002 من خط موازي لهذا نقطه التقاطع، نعتبرها انها قيمه الييلد سترينث تبعنا. طيب الدكتال ماتيريالز بشكل عام لو سوينا لها كومبريشن تيست مش راح نستفيد نهائيا، فاذا نكتفي بتنسايل تيست.
والدكتور ماتيريال زي ما حكينا فيها بلاستيك ديفورميشن عادي، يعني مثلا ستيل المنيوم ممكن يوصل برسنتج الونجيشن ات فراكشر لحدود 60% في بعض الحالات. بريتل ماتيريال زي الكونكريت زي الجلاس تنكسر بشكل سريع، يعني اما بصير يلدنج وشيء بسيط من بلاستيك ديفورميشن او تنكسر على طول، بس بالمحصله ما بصيرش عندنا نيكينج، ما بصيرش عندنا سليبنج او ديسلوكيشن اللي حكينا عنه قبل هيك، فبتنكسر العينه زي هيك بشكل عمودي، بينما في حاله الدكتور ماتيريالز بتكون فراكتشر سيرفيس مايل زي 45. الشيء اللي بيميز البريتل ماتيريال انه البيهيفير تبعها في التنشن غير عن البيهيفير في الكومبريشن. في التنشن تتحملش كثير، تنكسر بسرعه، بينما في الكومبريشن تكون قويه، فبيكون عندنا هون قيمتين للسترينث وبالتحديد الالتيميت سترينث عشان في الغالب ما بصيرش عندنا ييلدنج، قيمه للتنشن نوعا ما صغيره وقيمه للكومبريشن نوعا ما كبيره. فبالنسبه للبريتل ماتيريال مهم نسوي لها تنسر تيست بالاضافه للكومبريشن تيست. حكينا عن strain hardening اللي هو ببساطة في الدكتال ماتيريالز لو اتجاوزنا اليلد دخلنا في منطقة plastic deformation، بعد هيك شلنا اللود. هسا إذا بلشنا نسوي loading من جديد رح نلاحظ إنه اليلد strength ارتفع. أوكي، ففعليا هذه العملية اللي هي strain hardening ترفع اليلد strength وبتقلل الدكتيليتي أو تقلل plastic deformation تبع الماتيريال. وآخر شيء حكينا عن strain energy وتعرفنا على two material properties مرتبطات مع strain energy density اللي هي modulus resilience و modulus thickness. طيب اليوم راح نحكي عن property جديدة مهمة اللي هي Poisson's ratio. شو هي Poisson's ratio عشان نفهمها؟ خلينا نطلع الاكزامبل التالي. في عندنا هون قطعة ربر حاطينها على الماشين اللي هي بسموها universal testing machine، زي ما حكينا نفس الماشين ممكن نستخدمها عشان نسوي tension او compression، بس بغيروا الفيكستشرز. في حالة التنشن بدهم شيء يمسك العينة، في حالة الكومبريشن بحط العينة ما بين تو بليتس بضغطوها، وعادة بتكون العينة قصيرة. طيب ففي عنا هون عينة ربر حاطينها على ما بين تو بليتس، هذا قبل ما يضغطوها، هذا بعد ما ضغطوها. طيب قبل ما يضغطوا عليها الكومبريشن زي ما انتم شايفين يعني كان لها طول نوعا ما كبير ولها عرض معروف. طيب بعد ما ضغطناها خلينا نطلع على الصورة اللي هون نشوف شو اللي صار. أكيد ضغطناها فقل الطول تبعها، بس شو صار في العرض؟ لاحظ انه لما نضغطها بكل الطول العرض بزيد، وبرضه العكس صحيح، يعني لو كانت عندنا عينه بنساوي عليها تنسال تيست لما نشدها بزيد طولها وبقل عرضها. هسه العلاقه ما بين هذول الشغلتين هذا بسموه بواسونز افكت. طيب خلينا نشوف كيف بدنا نعرف او يعني بدنا نطلع قيمه بواسونز ريشيو. ببساطه لو افترضنا انه عندنا بار زي هيك، طول الاصلي ال والريديوس الاصلي تبعه عرضنا على اكسل تنسايل لود قيمته بي، فتمدد بهذا الاتجاه وتقلص في الاتجاه الثاني. هسه الاتجاه احنا مطبقين فيه اللود اللي هو بنسميه اكسل دايركشن، برضه راح نسميه هنا اللونجيتيودنال دايركشن. طيب فاذا دايركشن مطبق فيه اللود احنا هنا راح نسميه اللونجيتيودنال دايركشن اللي هو نفسه الاكسل دايركشن. الاتجاه العمودي على اللونجيتيودنال بنسميه هنا اللاترال دايركشن. طيب بناء على الديفينيشن تبع النورمال سترين خلينا نحسب اول شيء سترين في لونجيتودينال دايركشن. سترين في لونجيتودينال دايركشن عرفنا انه التغير في الطول اللي هو دلتا 2 هون دلتا 2 هون، يعني دلتا على الطول الاصلي ال، فهذا اللي هو اللونجيتودينال او الاكسل سترين. طيب اللاترال سترين، اللاترال دايركشن اللي هو الدايركشن العمودي على الاكسل او العمودي على اللونجيتودينال. طيب شو قيمه النورمال سترين في اللاترال دايركشن اللي هو دلتا برايم تغير في الراديوس على الراديوس الاصلي. طيب بعد ما عرفنا سترين في هذول الاتجاهين هسه بنعرف البواسونز ريشيو. بواسونز ريشيو نعطيها السيمبل نيو كمان مره، هذه ما هيش في تلتفت نيو. طيب فنيو اللي هي البواسونز ريشيو ببساطه بتساوي الريشيو ما بين اللاترال سترين واللونجيتودينال او الاكسل سترين، هذه بنسميها بواسونز ريشيو. هسه طبيعي حاطين هنا إشارة نيجاتيف في الإيكويشن. ليش حاطين إشارة نيجاتيف في الإيكويشن؟ حاطين إشارة نيجاتيف في الإيكويشن عشان فعليا في سبيل المثال لو كانت هذه تنشن، يعني هذه راح تكون بوزيتيف عشان الطول زاد، وهذه راح تكون قلت فراح تكون بالنيجاتيف، يعني واحدة من هذول الثنتين راح تكون بوزيتيف وواحدة منهم راح تكون نيجاتيف على حسب احنا عندنا تنشن او كومبريشن. بس يعني بالمحصلة هذول الثنتين اللاترال والانتجنال واحدة راح تكون بوزيتيف بتزيد والثانية بتقل، فعشان هيك بنحط اشاره نيجاتيف في الايكويشن تبعتنا عشان نطلع بواسونز ريشيو ككوانتيتي، بدنا اياها تكون بوزيتيف كوانتيتي،
فهاي نسميها Poisson's ratio. طيب زي ما هو واضح عندنا نشرح نسميها ratio، بما انه ratio معناته ملهاش unit، هي non-dimensional quantity. طيب شو قيمة Poisson's ratio؟ هسا Poisson's ratio ثبتت كلمة استبعتها من 0 ل 0.5، 0 اللي هو lower limit، 0.5 اللي هو upper limit. شو معنى Poisson's ratio؟ 0. معنى انه Poisson's ratio 0 انه مثلا جبت عينة من ماتيريال معينة بلشت اشدها، العينة بلشت تطول بس الديامتر او الكروس سكشن تبعها ما بيصغر. هسه هذا الشيء فعليا ما بصير، يعني كمان مره هذه تكلمت تقريبا مش راح نلاقي اي ماتيريال قيمه بوسونز ريشيو تبعها زيرو. طيب الابر ليميت 0.5، هسه شو معنى انه يكون قيمه بوسونز ريشيو 0.5؟ معناته احنا بنطبق اللود بيزيد الطول في هذا الاتجاه اللي هو الاكسل او الانتيجن دايركشن، بقل في الاتجاهات اللاترال، وبتظل السبيسيمن او الماتيريال محافظه على الحجم تبعها، الفوليوم بضل ثابت. طيب هسه هاي الشغله يعني كيف انه 0.5 تعني الفوليوم ثابت رح نفهمها بعدين في شابتر 10، رح نحكي عن هذا الموضوع ونفهمها بشكل اكثر. طيب عموما هسه القيم الفعليه للبوسونز ريشيو للمترس اللي احنا نتعامل معها فعليا ما بتكونش لا على اللور ليميت ولا على الابر ليميت. تيبيكال فاليوز ل Poisson's ratio للمترز من 0.25 ل 0.35. لاحظ انه بما انها اصغر من النص فمعناته انه الحجم بتغير خلال تطبيق الديفورميشن. كمان مرة احنا بنحكي هون عن الالاستيك ريجن، وبدنا ننتبه انه Poisson's ratio صحيحة بس في الالاستيك ريجن، زيها زي هوكس لو. هوكس لو اللي هو بحكي عن العلاقة ما بين ستريس وسترين في لينير الالاستيك ريجن، اي في إبسلون بتساوي سيجما، هذا صحيح بس في اللينير إلاستيك ريجن، ونفس الشيء صحيح بالنسبة للبوسونز ريشيو، هي بس صحيحة في اللينير إلاستيك ريجن. طيب بعد ما تعرفنا على بوسونز ريشيو بدنا نتعرف برضو بشكل سريع على شير ستريس سترين دايجرام. لما حكينا عن ستريس حكينا انه في عنا نوعين، في عنا سيجما وفي عنا تاو نورمال شير، وبرضو لما حكينا عن سترين حكينا انه في عنا نوعين، في عنا إبسلون اللي هو النورمال وفي عنا جاما اللي هو الشير. طيب فزي ما في علاقة ما بين النورمال ستريس والنورمال سترين من خلال ماتيريال بروبرتي، برضو في علاقة ما بين شير ستريس والشير سترين من خلال الماتيريال بروبرتي، فهنا بدنا نتعرف على شير ستريس سترين دايجرام. طيب كيف ممكن نطلعه؟ الاكسبيرمنت اللي استخدموها عشان يساووا شير او عشان يطلعوا شير ستريس سترين دايجرام اللي هي التورشن تيست، اوكي، والافضل انه يكون على سيركلر سكشن وله هالو، يكون يعني هالو تيوب مفرغ من جوا وشكله دائري. طيب عموما لما يساووا التست الجهاز اللي هو التورشن تيستينج ماشين قاعدين قراءتين، قراءه التورك اللي مطبقينه على الشافت، والقراءه الثانيه اللي هي الانجل اوف تويست. الانجل اوف تويست بنسميها فاي. بدنا نحولهم هيك داخل تأثير الجيومتري، فالتي تورك راح يتحول ويصير تاو شير ستريس، وهذه راح تصير شير سترين جاما، وبالمحصلة بيطلع معانا كيرف زي الكيرف اللي شايفينه. طيب هنا في عنا شير ستريس وهنا في عنا شير سترين، اطلع على شكل الكيرف بشكل عام، لاحظ انه شكل الكيرف اللي شايفينه هون شبيه بشكل الكيرف اللي كنا نشوفه لما نحكي على النورمال ستريس والنورمال سترين، هو فعليا شبيه جدا، والمناطق نفسها في البدايه في عندنا لينير الاستيك ريجن، بعد هيك في عندنا بلاستيك ديفورميشن، هذه النقطه اللي هي الالتيميت، هون صار عندنا الفراكشر. طيب شو البروبرتيز اللي بنطلعها من خلال هذا؟ اول شيء سلوب تبع لينير الاستيك ريجن، هون بنعطيه السيمبل جي عشان نميزه عن اي، اي اللي هو المودولس بلاستيستي، جي اللي هو الشير مودولس بلاستيستي، ومرات بنسميه المودولس اوف ريجيديتي. طيب هسه بما انه عندنا لينير الاستيك ريجن فبرضه راح نكتب صيغه ثانيه للهوكس لو، زي ما في عندنا صيغه الهوكس لو تبع النورمال اللي هو بيحكي لنا سيجما بتساوي اي في ابسلون، نفس الشيء في عندنا صيغه هوكس لو للشير، بما انه هون في عندي لينير الاستيك ريجن، تاو بتساوي جي اللي هو سلوب اللي موجود هنا مضروب في جاما، فهاي الهوكس لو تبع النورمال، هاي الهوكس لو تبع الشير. طيب فاول بروبرتي نطلعها اللي هو سلوب جي. الثانية اللي هي نهاية الإلاستيك ريجن بداية بلاستيك ريجن، كمان مرة ممكن نحكي بروبورشنال ليميت أو إلاستيك ليميت أو ييلد، زي ما حكينا فعليا القيمة اللي ممكن نطلعها بسهولة اللي هي ييلد، فإحنا راح نعتبر إنه القيمة الثانية اللي هي الشير ييلد سترينث.
وهي عاده بتكون معطاه في التيبلز. طيب القيمه الثالثه اللي بنطلعها من الدياجرام اللي هو الشير التيمت سترينث، والقيمه الرابعه اللي ممكن نطلعها وبتهمنا اللي هي قيمه جاما او الشير سترين اللي صار عندها للفراكشن. زي ما انتم عارفين تاثير الشير مختلف عن تاثير النورمال، يعني ما فيش داعي لتاكيد هاي النقطه. فمثلا لو عندي ماتيريال اثرت عليها بشير ستريس، اللي بيصير هو انجلر ديستورشن، مقدار التغير في الزاويه ما بين خطين اللي الزاويه الاصليه بينهم 90 درجه، مقدار التغير في الزاويه سميناه شير سترين جاما، وفعليا اليونتس تبعتها اللي هي راديانز، بس احنا نكتبها من غير اليونتس عاده. طيب فاذا في عندنا فور ماتيريال بروبرتيز اللي حكينا عنهم برضه نطلعهم في حاله الشير. هسه شغله مهمه ممكن يعني تفيدنا، معلومه مهمه ممكن تفيدنا بعض الحالات. هسه احنا حكينا عاده الدكتا ماتيريالز بنساوي تنشن تيست، بنساوي ايش كومبريشن. هل ضروري نساوي الشير تيست؟ فعليا مرات ممكن نستغني عن الشير تيست او التورشن تيست. ليش او يعني كيف؟ فعليا احنا شو اللي بهمنا؟ بهمنا شغلتين، بهمنا بالدرجه الاولى، يعني احنا دائما هون في الماده تبعتنا اللي هي ميكانكس ماتيريال دائما بدناش نتجاوز الليد، بدنا نضل في اللينير الاستيك. طيب اللي بهمنا اللي هو قيمة الجي وقيمة شير يلد سترينث. هسه شير يلد سترينث في طريقة نطلعها بشكل غير مباشر، مش داخلة معانا في الكورس هنا. طيب بس بالنسبة للجي، فعليا قيمة الجي اللي هي مودولس ريجيديتي أو شير مودولس بلاستيستي ممكن نطلعها بسهولة من خلال هذه الإيكويشن. هذه الإيكويشن برضه لها ديريفيشن في تشابتر 10 راح نشوفها بعدين. الإيكويشن بتحكي لنا إنه جي بيساوي اي اللي هو اليونغ مودولس العادي على 2 في 1 زائد نو، نو اللي هي البوسونز ريشيو اللي حكينا. طيب هيك نكون خلصنا من ثيريتيكال بارت تبع هذا الشابتر. خلينا هسه نطلع على التيبل اللي عندنا في نهايه الكتاب. من خلال هذا التيبل راح نشوف كيف ممكن نطلع الميكانيكال بروبرتيز اللي شفنا كيف فكره تطليعهم. طيب فيعني كل الماتيريالز بنتخيلها ممكن نتعامل معاها، سوا عليها الاكسبيرمنتس اللي احنا بنعرفها تنشن تورشن كومبريشن على حسب الماتيريال، وطلعوا هذه البروبرتيز وهل تم تكون معطاه في تيبلز. هسه ممكن يمر علينا يعني كتب مجلدات كامله هي مجرد تيبلز فيها ماتيريال بروبرتيز. احنا هون عندنا يعني انتروداكتوري كورس، ففي عندنا بس جدول واحد في نهايه الكتاب راح نطلع عليه ونشوف كيف ممكن نطلع من خلاله الميكانيكال بروبرتيز. طيب التيبل اللي عندنا هيو اللي شايفينه هون. طيب شو المعلومات اللي معطاه في التيبل؟ اول شيء بحدد لنا الماتيريال. هسه كمان مره لما نحكي عن الماتيريال في يعني تسميه عامه للماتيريال، وكل ماتيريال في لها جريدز او اللويز مختلفه، اختلافات بسيطه في نسب الاليمنتس بتغير في الميكانيكال بروبرتيز تبعها. فمثلا على سبيل المثال معطينا هون الومنيوم ومعطينا تو الويز للالومنيوم، واحد اسمه 2014-T6 6061T6. هسه في عشرات ممكن نحكي مئات الالويز للالومنيوم وتختلف البروبرتيز تبعها هون. بس هون يعني عندنا تو اكزامبلز. طيب كاست ايرون برضه معطينا نوعين من كاست ايرون، جراي كاست ايرون اللي هو 20 والاي اس تي ام اي 197. طيب كوبر الويز معطينا برضه 2، مغنيسيوم معطينا الوي 1، ستيل معطينا 4 انواع. هسه فعليا اول 2 هذول A36 و A992 هذول سموهم كاربون ستيل، يعني مجرد ايرون وكربون، نسب مختلفه من الكربون. هذا ستينلس ستيل بيكون داخل فيه يعني الوينج اليمنتس بنسب كبيره زي نيكل شيء زي هيك، وهذا تول ستيل برضه الوي، بس يعني كلهم بشكل عام ممكن نصنفهم انه ستيل الويز. طيب في عندنا تيتانيوم، في عندنا كونكريت، في عندنا بلاستيك، في عندنا خشب زي ما انتم شايفين. طيب شو هي الماتيريال بروبرتيز اللي معطيناها؟ اول شيء معطينا الدنسيتي. الدنسيتي احنا ما بنعتبرها ميكانيكال بروبرتي، احنا بنعتبرها فيزيكال بروبرتي، بس على كل الاحوال معطينا اياها في هذا التيبل. ممكن نحتاجها في بعض الحالات عشان نحسب وزن شيء وات ايفر. طيب فمعطينا الدنسيتي رو اليونتس تبعتها ميجا جرام لكل متر مكعب، فبدنا ننتبه لليونتس لما نطلع التيبل. طيب بعد هيك معطينا الالاستيك كونستانتس اللي هي المودولس اوف الاستيستي مودولس ريجيديتي. مودولس الاستيستي اي، مودولس ريجيديتي جي اللي هو تبع الشير. طيب اليونتس تبعتهم بجيجا باسكال. طيب خلينا نطلع مثلا بالنسبه لهذول، هذول المنيوم، طلع على قيمه المودولس بلاستيستي يعني قريب 70 73
68 يعني قريب من السبعين. طيب المعجر الثلاجي دي دائما اصغر من معجر الاسستي بشكل واضح، والعلاقه بينهم زي ما شفنا في ايكويشن بتعرفها. اوكي، ففعليا يعني لو عندنا مثلا جي والبوستونز ريشيو ممكن نحسب اي، او العكس مثلا لو عندنا اي والبوستونز ريشيو برضه ممكن نحسب اي. طيب هسه مثلا خلينا نقارن قيمه اليانز ماجرز اللي بيمثلنا ستيفنس للالومنيوم مع الستيل. لاحظ الستيل عالي ستيفنس تبعها يعني قريب ال 200، ولاحظوا يعني انه هاي وهاي وهاي هاي برضو قريبه من 200. يعني تغير نسبه الكربون ما بغيرش كثير على ستيفنس، تغير نسبه الكربون في الستيل زي ما حكينا بغير على السترينث. طيب فاذا ماجلس وبلاستيستي اي ماجلس وريجيديتي جي. نيجي بعد هيك لليد سترينث ومعطينا ثلاث اعمده اللي هو التنسايل يلد سترينث، كومبرسيف يلد سترينث، وشير يلد سترينث. طيب هسا زي ما حكينا الدكتال ماتيريالز عادة ما بسووش كومبريشن تيست، فإذا نطلع يعني مثلا على الدكتال ماتيريالز اللي عندنا هون زي الألمنيوم دكتال زي الستيل دكتال، لاحظ إنه يعني معطينا نفس القيمة، بقول لك هي تنشن وهي كومبريشن، فعليا ما فيش داعي للكومبريشن، بس هون يعني بما إنه الأعمدة موجودة فمعطينا القيمة نفسها، بقول لك هي نفسها للتنشن هي نفسها للكومبريشن، وهي برضه الشيء نفسه هون بالنسبة للستيل عشان إنه دكتال. طيب الشير بالنسبه للالومنيوم معطينا شير يلد سترينث اللي هو مطلع من التورشن تيست، او ممكن نحسبه بطريقه اخرى مش موضوعنا هون. بقيه المواد مش معطينا شير يلد سترينث فعليا، مش عشان انه ملهاش فعليا يعني نقص في المعلومات، هذا التيبل مش كامل، بس يعني فعليا ستيل المفروض يكون له قيمه لشير يلد سترينث اللي هي اكيد مختلفه عن يلد سترينث تبع تنشن وكومبريشن. طيب نيجي للمجموعه اللي بعدها اللي هي بتحكي على الالتيميت سترينث اللي هي نقطه البيك على الانجينيرنج ستريس سترين دايجرام. طيب برضو بالنسبة لنطلع على اشي زي الالومنيوم زي الستيل، هذول اللي هم نسميهم داكتال ماتيريالز، لاحظ حاط لنا القيمة تبع التنشن هي نفسها القيمة تبعت الكومبريشن، عشان فعليا في الكومبريشن اصلا ما بيساووا التست، يعني لو ساووا التست مش راح يصير عندنا فيلير، فهم يعني تجاوزا بقول لك يعني نفس البروبرتيز تبع التنشن نستخدمها للكومبريشن، عشان اصلا احنا ما بنساوي الكومبريشن تست ما بنستفيدش منه. معطينا هون برضه الشير بالنسبة للألمنيوم، لاحظ برضه نفس الشيء بالنسبة للستيل، بالنسبة للألتيميت حاط لك التنشن نفس الكومبريشن. طيب إمتى بيكون في فروقات ما بين الألتيميت سترينث تبع التنشن والألتيميت سترينث تبع الكومبريشن؟ بنشوف هاي الفروقات في حالة البريتل ماتيريالز. شوف عندنا مثلا إكزامبل هون على البريتل ماتيريال كاست أيرون. كاست أيرون هو عبارة عن بريتل ماتيريال، لاحظ أول شيء مثلا بالنسبة لليلد ما فيش معلومات، ما وصلت في ييلدينج، بتنكسر على طول. اوكي الكيرف تبعه زي هيك وبينكسر. طيب نطلع على قيم الالتيميت للكاست ايرون، لاحظوا مثلا هاي قيمة التنشن هاي قيمة الكومبريشن. هاي قيمة التنشن هاي قيمة الكومبريشن، لاحظوا كيف في عندنا خط كبير ما بين قيمة التنشن وقيمة الكومبريشن بالنسبة للكاست ايرون. طيب عشان انه بريتل زي ما حكينا. طيب غير هيك شو معطينا في الجدول؟ معطينا بيرسنتج الونجيشن ات فراكتشر اللي هو زي ما حكينا ممكن نسميها ايبسلون اف، او بيرسنتج الانفيشن هون حاطها كبيرسنتج من 100. طيب فمثلا الالمنيوم دكتال ماتيريال نوعا ما، يعني لاحظ الانفيشن اند فراكشر بتقول 10% 12%، ستيل الدكتيليتي تبعته لسه اعلى من الالمنيوم، فلاحظ انه قديش في عندنا الانفيشن اند فراكشر 30 توصل ل 40% في بعض الحالات. طيب هسه بينما الماتيريالز اللي بتكون يعني نوعا ما بريتل على سبيل المثال طلع الجري كاست ايرون شيء بسيط جدا وبينكسر، يعني ما عشان ما بصيرش فيه بلاستيك ديفورميشن، فالبرسنتج الانجيشن اتراكشن قليل. طيب العمود اللي بعد هيك اللي هو البوسونز ريشيو نو، فلاحظوا يعني انه معظم قيم البوسونز ريشيو للميتلز بحدود ما بين 0.25 0.35 زي ما حكينا. اخر عمود شغله اسمها كافشن ثيرمال اكسبانشن راح نحتاجها بعدين، بس بالعموم موجوده عندنا في التيبل هنا نقدر نطلعها، راح نحكي عنها بعدين لما نحكي على التمبرتشر افكتس. طيب بالنسبه لليد سترينث والالتيميت سترينث لاحظ اليونت تبعهم زي ما هو واضح بميجا باسكال، بينما الماجر الاسستي قيمته عاليه بتكون بالجيجا باسكال عاده. طيب بعد ما طلعنا على هذا التيبل في عندنا مجموعه من الاكزامبلز من الكتاب، خلينا نطلع عليهم. طيب هاي اول اكزامبل عندنا في محاضره اليوم اللي هو اكزامبل 3-4. شوفي عندنا في هذا الاكزامبل، في هذا الاكزامبل بيحكي لنا في عندنا هذا البار مصنوع من ستيل A36، ف
عشان properties تبعته بدنا نرجع على table اللي كنا نطلع عليه قبل شوي ونطلع ال properties اللي نحتاجها. طيب هسا راح نشوف نفهم شو هي ال properties اللي نحتاجها وبيقدر كل واحد فيكم يرجع على table اللي عنده في نهاية الكتاب يطلعها. طيب مصنوع من steel A36 هذا أبعاده الأصلية طوله الأصلي متر ونص والcross section تبعه مستطيل 100 مليمتر في 50 مليمتر. راح نحضره لأكسل تنسايل فورس مقدارها 80 كيلو نيوتن اللي مطلوب. تحت تأثير هذه الفورس قديش راح يصير عندنا change in the length، قديش راح يتغير الطول، وبرضه قديش راح يصير عندنا change في cross sectional dimension، يعني الأبعاد اللي شايفينها هون هي الأبعاد الأصلية. بعد ما نطبق اللود شو اللي راح يصير فيه؟ أكيد راح يزيد طوله بهذا الاتجاه، فبدنا نشوف قديش زاد طوله، وراح يقل أبعاد cross section نتيجة Poisson's effect اللي حكينا عنه، فبدنا نشوف قديش قل الدف وقديش قل الهايت. طيب عشان نحل مسألة زي هيك شو المعلومات اللي محتاجينها؟ طبيعي أول شيء بالنسبة للماتيريال بروبرتيز هسا راح نشوف شو هي الماتيريال بروبرتيز نحتاجها. طيب ففي عنا اللود في عنا الكروس سكشن، فأول شيء ممكن نسويه ممكن نجي نحسب ستريس. هون في عنا يونيفورم نورمال ستريس سيجما بتساوي النورمال على الاريا، النورمال تبعنا اللي هو 80 كيلو نيوتن في 10 أس 3 على الاريا تبعتنا اللي هي 100 في 50. وهي كان بيطلع معاي الجواب قيمة ستريس على طول بالميجا باسكال اللي هي بتطلع 16 ميجا باسكال اللي هي مكتوبة هون 16 في 10 قوة 6 باسكال. طيب هسا حسبنا ستريس مفيد هون عساس نتعامل مع ثلاث اتجاهات، هون معرف لنا الاكسس فنسمي كل ستريس بحسب اتجاه الاكسس تبعه، ونفس الشيء بالنسبة للسترينز. لاحظوا انه هذا الاكسس او هذا الدايركشن اللي هو الزي دايركشن، فستريس اللي عندنا سميناه سيجما سي. فاذا اول شيء حسبنا قيمه ستريس في الزي دايركشن. طيب هون فعليا ما في شيء عندنا غير النورمال ستريس في الزي دايركشن، الاتجاهات الثانيه ما في شيء اي ستريس. طيب بعد ما حسبنا ستريس احنا شو اللي مطلوب منا؟ تغير في الابعاد. تغير في الابعاد يعني ديفورميشن، ديفورميشن مرتبط مع سترين. فاذا بعد ما حسبنا ستريس بدنا نحسب سترين. اكيد هون احنا مفترضين ان احنا لساتنا في لينير الاستيك ريجن، بس برضو مفروض نتاكد من هذه الاسامبشن. اذا كنا في لينير الاستيك ريجن ممكن نطبق الهوكس لو. طيب اذا راح نروح على التيبل وللستيل الاي 36 فعليا شغلتين بدنا نطلعهم. بدنا نطلع سيجما واي اس اللي هو اليد سترينث تبع الماتيريال، بعرف شلون اطلعها ولا لا، خلينا نشوف. طيب هو ما طلع هذه البروبرتي بس فعليا مهم ان نطلعها. ليش مهم ان نطلعها؟ بنروح نشوف شو قيمه اليد سترينث تبع الماتيريال، وبنشوف اذا القيمه اللي عندنا هون 16 ميجا باسكال اصغر منها. هسا فعليا 16 ميجا باسكال قيمه صغيره واكيد انه اصغر من اليد سترينث. بما انها اصغر من اليد سترينث فاذا احنا لساتنا في اليد الاستيك رينج. اذا كنا لساتنا في اليد الاستيك رينج ممكن نطبق هوكس لو اللي هو بيحكي لنا سيجما بيساوي اي في ابسلون. فإذا شو البروبرتي الثانية اللي محتاجينها من التابلز اللي هي E يانز مودولس. يانز مودولس لستيل A36 من التابل قيمتها 200 جيجا باسكال، وإحنا هنا بدنا نستخدمها عشان نحسب سترين. فإذا سترين بيساوي ستريس تبعنا على قيمة E. ستريس تبعنا اللي هو 16 ميجا باسكال و E اللي هي 200 جيجا باسكال. فمهم ان تنتبه اليونت تكون كونسيستنت. اذا عوضنا هون بالميجا باسكال هاي بدنا نحولها لميجا باسكال فنضربها في 10 قوة 3 وبيطلع معانا قيمة سترين. هذا سترين في اي اتجاه؟ في لونجيتيودنال دايركشن او الاكسيال دايركشن اللي احنا شايفينه هون. طيب فاذا هاي حسبنا قيمة سترين في الزي دايركشن اللي هو الاكسيال دايركشن تبعنا اللي هي طلعت 80 في 10 قوة ناقص 6 مليمتر على مليمتر أو من غير يونتس ما في مشكلة. طيب احنا حسبنا سترين، هو فعليا طالب منا ديفورميشن. زي ما شفنا فعليا الديفورميشن بتساوي سترين في لينث. فإذا بما انه حسبنا سترين في هذا الاتجاه نضرب في اللينث اللي هو 1.5 متر أو 1500 مليمتر، وبيطلع معانا مقدار الإلونجيشن اللي هي بتطلع 120 في 10 قوة ناقص 6 متر، 10 قوة ناقص 6 متر اللي هي مسميها مايكرومتر. طيب
فإذا مقدار الانجيشن في الزي دايركشن اللي هو الاكسل او الانكلينال دايركشن بيساوي 120 مايكرومتر. طيب الاتجاهين الثانيات، هذا الاتجاه هذا الاتجاه، اكيد صار فيهم نقص نتيجه بوسونز افكت، فكيف ممكن نحسب؟ اكيد محتاجين بوسونز ريشيو. طيب فاذا من التابلز كمان بدنا نطلع قيمه البوسونز ريشيو، نطلع قيمة بوسونز ريشيو وبعد هيك نطبق الإكويشن. الإكويشن تبعنا بتحكي لنا إنه سترين في اللاترال دايركشنز بيساوي سترين في الأكسل أو اللونجيتودينال دايركشن مضروب في البوسونز ريشيو، طبيعي نحط إشارة نيجاتيف عشان زي ما حكينا بما إنه هذا بوزيتيف هذا لاك اب بنكون نيجاتيف. ولاحظوا إن اللاترال أي اتجاه عمودي على الأكسل، فيعني الإكس والواي هذول الثنتين لاترال بالنسبة لنا، يعني لاحظ الأكسس تبعنا هذا الزي الأكسل أو اللونجيتودينال، هذا lateral وهذا lateral. فإذا قيمة strain في x direction بيساوي قيمة strain في y direction بيساوي negative Poisson's ratio للستيل مضروب في strain في axial أو longitudinal direction اللي هي بتطلع معانا negative 25.6 في 10 قوة ناقص 6. أوكي هنا هو كاتبها ميكرومتر على متر، يعني المقصود فيها 10 قوة ناقص 6 وممكن تحطها من غير units. طيب هاي طلعنا strain، هو طالب منا deflection، فعشان نطلع deflection نضرب strain في dimension الأصلي. فعنا في ال x direction المسافة 100 وفي ال y direction المسافة أو length الأصلي 50، فإذا نطلع دلتا في ال x اللي هي epsilon x في ال x فهي تطلع قيمتها، ونطلع دلتا في y اللي هي epsilon y في ال y فتطلع قيمتها. طيب شوف الاكزامبل اللي بعده. في هذا الاكزامبل بيحكي لنا في عندنا سبيسيمن مصنوعه من تيتانيوم الوي، مش محدد لنا شو هو بالضبط. المهم هذه سبيسيمن سوينا عليها تورشن تيست. التورشن تيست زي ما حكينا نستخدمه عشان نطلع شير ستريس سترين دايجرام، فطلع معنا هذا الدايجرام اللي هو شير ستريس سترين دايجرام. هاي تاو شير ستريس بالميجا باسكال، وهاي جاما شير سترين زي ما حكينا انها فعليا بالريدينس، او برضه ممكن نكتبها من غير يونتس ما في مشكله. طيب هاي شكل الدياجرام اللي طلع معانا من التست. كمان مره القيم والارقام اللي شايفين هون هي الاشياء اللي احنا بدنا نطلعها. طيب فطبيعي هون يعني جرافيكال، اي شيء في رسمه زي هيك بده يكون جرافيكال، اكيد بده يكون يعني كبير بما فيه الكفايه، ولازم تستخدم مسطره وادوات على اساس تطلع القيم اللي عندك بشكل ده. طيب خلينا نشوف شو اللي مطلوب في السؤال. بحكي لك اول شيء determine the shear modulus of elasticity، بدنا نطلع g اللي هو slope اللي هون. طيب غير هيك determine the shear modulus of elasticity ultimate shear stress. طيب طالب مننا نطلع قيمة g ونطلع قيمة الـ ultimate، وكمان مرة يعني قيمة مهمة دائما اللي هي قيمة الـ y اللي هو الـ yield shear yield. طيب هسه هون في هذا الكيرف مش معطينا يعني سكيل كبير بما فيه الكفايه عشان نقعد نرسم نستخدم 0.2% offset كريتيريا ونستخدمها. ولاحظ انه هون فعليا معطينا شغله سهله، يعني فعليا في الواقع هون في هاي الرسمه يعني للتوضيح بيكون راسم لك خط مستقيم وفجاه تغير، فمبين نقطه التغير بتحددها. في الواقع يعني لو تساوي اكسبيرمنت ما ببينش معك شيء زي واضح زي هيك، انه خط وفجاه تغير، بيكون التغير تدريجي. فعشان هيك دائما احنا نستخدم 0.2% offset criteria، بس في examples زي هيك يعني بالنظر انت ممكن تحدد وين النقطه اللي تغيرت، ممكن تعتبرها proportional limit او yield strength زي ما حكينا، هذول الاثنين قريبات من بعضهم. طيب فطالب منا نحدد اول شيء جي اللي هو slope تبع هذا الخط، فبنيجي ناخذ اي نقطه على هذا الخط، هو مثلا ناخذ هاي النقطه اللي هي على نهايه الخط، باخذ احداثياتها قيمة ستريس اللي هو 360 ميجا باسكال، نزل عمود أخذ قيمة سترين اللي هو 0.008 رادينس، فبالتالي جي بتساوي تاو على جاما، وطلعت معانا قيمة جي اللي هي 45 جيجا باسكال. طيب هذا المطلوب الأول. هسه قيمة فعليا بروبورشنال شير سترينث أو اليلد شير سترينث اللي هي هاي القيمة اللي هو حددها هنا اصلا اللي هي 360 ميجا باسكال. طيب الالتيميت اعلى نقطه على الكيرف، فبنمد خط ونطلع قيمه الالتيميت اللي بتطلع 504 ميجا باسكال. طيب هذه الثلاث مطاليب بالنسبه للماتيريال بروبرتيز. هسه الجزء الثاني من السؤال بيحكي لنا هذه الماتيريال اللي هو هذا الكيرف بيمثلها
صنعوا منها هذا البلوك، فهذا البلوك مصنوع من نفس هذه الماتيريال. هسه انا شاريه هذا البلوك متوازي مستطيلات او مكعب، المهم ابعاده زي ما احنا شايفين والزوايا تبعته قائمه. يجينا اثرنا عليه بفورس في اللي هي عباره عن شير فورس، تحت تاثير هذه الفورس في راح يصير عندنا انجلر ديستورشن زي ما حكينا، الشير فورس الشير ستريس بسبب لنا تغير في الزوايا. طيب فالخط المتقطع هنا اللي هو بيمثل لنا شكل البلوك بعد ما اثرنا عليه بالشير فورس، بعد ما صار فيه شير، ابعاد البلوك الاصليه هاي 50 هاي 100 هاي 75. طيب شو اللي طالبه في السؤال؟ اللي طالبه في السؤال بيحكي لنا شو اكبر قيمه للديستنس دي ممكن يوصلها البلوك، يعني او اكبر مقدار من الديفورميشن او اكبر ديستنس دي ممكن يوصلها البلوك وهو لساته إلاستيك أو ما صارش فيه permanent deformation. كمان مرة بما أنه بيحكي هو لساته إلاستيك أو يعني ما صارش فيه permanent deformation، معناته بنحكي على القيمة اللي بتفصل ما بين الإلاستيك والبلاستيك deformation اللي هي proportional limit أو yield strength، هنا نسميها proportional limit. طيب فإذا basically اللي مطلوب منا هنا نحسب قيمة D لما stress يوصل للproportional limit، يعني وصل للproportional limit أو yield strength يعني عند هاي. طيب لما نكون عند هاي النقطة ستريس أو شير ستريس في البلوك عند هذه النقطة شو قيمة دي؟ طيب عشان نحسب قيمة دي هنا العملية سهلة، عند هاي النقطة اللي هي نهاية الإلاستيك ريجن بداية الإلاستيك ريجن هذه قيمة ستريس ماشي. احنا فعليا اللي بهمنا عشان نحسب هاي ديفورميشن فبهمنا قيمة سترين، فنزلنا هذه هي القيمة اللي استخدمناها قبل هيك. فإذا قيمة سترين واحنا هنا اللي هي 0.008 هذه قيمة شير سترين. شو هو الشير سترين؟ الشير سترين زي ما عرفنا اللي هو الانجلر ديستورشن بالراديان، يعني مقدار التغير في الزاوية ما بين خطين كانوا اصلا عموديات على بعض. فيعني لو طلعنا هذا الخط وهذا الخط هما اصلا كانوا عموديات على بعض، لما طبقنا الشير ستريس شو اللي صار؟ هذا الخط تحرك هنا صار هنا، فهاي الزاوية اللي احنا شايفينها اللي هي ببساطة جاما شير سترين. شير سترين هو الزاوية ومقدار التغير في الزاوية. طيب فهذه الزاوية لما نكون عن نهاية الإلاستيك ريجن كم قيمتها؟ هاي قيمتها. طيب فإذا هاي الزاوية بالنسبة لنا معروفة. إذا هاي الزاوية معروفة هل نقدر نحسب الديستنس دي؟ فإذا نقدر نحسب الديستنس دي باستخدام المثلثات. فببساطة ممكن نحكي إنه الديستنس دي اللي هي قبل شوي خلينا نمسح هاي، طيب فاذا ممكن نحكي انه ممكن نحسب ديستنس دي باستخدام المثلثات زي ما احنا شايفين. هذا الضلع عارفين طوله اللي هو 50، بدنا نحسب طول هذا الضلع، فطول هذا الضلع تقسيم هذا مقابل على مجاور يساوي تان الزاوية. فإذا ممكن نستخدم الإيكويشن تبع التان ونحكي إنه تان الزاوية اللي هي 0.008 بيساوي المقابل دي على المجاور اللي هو 50. طيب بس لاحظوا إنه الزاوية اللي عندنا هون صغيرة سمول أنجل، وزي ما حكينا إحنا لما نكون نتعامل مع سمول أنجل حكينا إنه تان الزاوية بيساوي ساين الزاوية بيساوي الزاوية نفسها. فإذا يعني بدل ما ناخذ تان 0.008 ممكن ناخذ الزاوية نفسها بما انها بالراديان، نحكي 0.008 بتساوي المقابل اللي هو دي على 50 اللي هو المجاور، فبنطلع قيمة دي اللي هي بتطلع معانا 0.4 ملم. هسا لو جربت تحسبها باستخدام الايكويشن تبعت التان رح تطلع معك تقريبا نفس الرقم، يعني مش اكزاكتلي نفس الرقم، لو طلعت على عدد كبير من الديجيتس رح تشوف فرق، بس يعني هو قريب جدا من اللي حسبناه. وزي ما حكينا المترز بصير فيها small deformations، فإذا ممكن نطبق small angles assumption. طيب هسا السؤال الأخير، الفقرة الأخيرة من السؤال بحكي لنا شو قيمة shear force V اللي راح توصل D لهذا المقدار، أو يعني شو قيمة ال force V اللي بتوصل الستريس لحد ال proportional limit أو لحد ال limit. ببساطة هون راح نفترض إنه عنا uniformly distributed shear stress، الإيكويشن تبعته tau تساوي V على الأريا. احنا عندنا تاو اللي هي قيمة هذه اللي هي 360 عند proportional limit. طيب شو الاريا اللي بدنا نقسم عليها؟ كمان مرة الاريا اللي بأثر عليها الشير فورس اللي هي مساحة السطح العلوي 100 في 75 هذه الاريا، منها نحسب قيمة V اللي هي الشير فورس، فبيطلع معانا قيمة الشير فورس نحتاجها 2700 كيلو نيوتن. طيب
آخر إكزامبل عندنا هنا اللي هو إكزامبل 3.6. شو في عندنا في هذا الإكزامبل؟ حكينا في عندنا هاي سبيسمنت اللي شايفينها مصنوعة من ألومنيوم ألوي معين، مش محدد لنا شو هو بالضبط. أبعادها الانيشال دايمنشنز قبل ما نطبق عليها التنشن أو قبل ما نطبق عليها الفورس، الانيشال دايمتر تبعها دي نوت بيساوي 25 ملم، والجيج لينث من هنا لهنا اللي هي الديستانس ال نوت بسميها بيساوي 250 ملم. جبنا هاي العينة طبقنا عليها تنسايل فورس مقدارها 165 كيلو نيوتن. طيب بعد ما طبقنا هذا الفورس اكيد راح يصير في عندنا الانجيشن. اللي اعطانا اياه هون في السؤال اعطانا مقدار الانجيشن، فحكى لنا انه لما طبقنا عليها هذه الفورس صار فيها الانجيشن او تغير في الطول دلتا مقداره 1.2 ملي متر، فاعطانا الدلتا. طيب هسه اللي مطلوب اول شيء ديتيرمين ذا مودولس اوف الاستيستي، طالب منا نحسب قيمه المودولس اوف الاستيستي اللي هو اي، ومعطينا هون تحت تو ماتيريال بروبرتيز جي اللي هو المودولس ريجيدتي او شير مودولس الاستيستي، ومعطينا قيمه اليلد سترينث. طيب يعني هذول راح نحتاجهم كمان شوي. هسه مبدئيا المعلومات اللي معطاه في عندنا الانيشال جيج لينث الديامتر طبقنا فورس 165 كيلو نيوتن، صار عندنا الانجيشن مقدار 1.2 ملم، طالب منا نحسب قيمة اليانز ماجلس. يانز ماجلس في بدخل في الاكويشن تبع هوكس لو، فخلينا نجي نكتب هوكس لو. هوكس لو سيجما بتساوي اي في ابسلون. طيب فعليا بدنا نحسبه باستخدام هوكس لو. طيب شو في عندنا معلومات؟ اول شيء بالنسبه للسيجما هل نعرفها؟ فعليا نقدر نطلعها اللي هي الفورس على الكروس سكشن اريا، فالسيجما تبعتنا اللي هي الفورس 165 في 10 قوة 3 هاي الفورس على الكروس سكشن اريا اللي هي باي على 4 في 25 سكوير. طيب هيك طلع معنا قيمة ستريس. هسا عموما لما نحسب هذا ستريس هي اللي حاسبه هنا مهم نتأكد انه أصغر من اليد، لاحظ هذا 363 واليد 440، يعني بما أنه أصغر من اليد معناته إحنا لساتنا في لينير إلاستيك ريجن، فبالتالي ممكن نطبق الهوكس لو. يعني لاحظ لو حسبنا هاي طلعت على سبيل المثال 500 وأنا عندي اليد سترينث 440، فعليا ما بقدرش أحل هذا السؤال. ليش؟ عشان فعليا أنا طلعت برا لينير إلاستيك ريجن ما بقدرش أطبق الهوكس لو. طيب إذا إحنا هون في لينير إلاستيك ريجن راح نطبق الهوكس لو، حسبنا ستريس. طيب سترين، هل نقدر نحسب سترين؟ فعليا نقدر. عندنا الالونجيشن سترين اللي هي دلتا الالونجيشن 1.2 ملم على الطول الاصلي اللي هو 250 ملم، فبيطلع معنا قيمه السترين اللي هي هذه القيمه. هسه بنطبق هوكس لو اي يانز مودولس للالومنيوم بيساوي ستريس على سترين بيطلع 70 جيجا باسكال. طيب هذه الفقره من السؤال او الفقره الاولى من السؤال. طيب الفقره الثانيه من السؤال also determined by how much the force causes the diameter of the specimen to contract. طيب طالب منا انه يعني لما طبق هذه الفورس بصير elongation، معطينا قيمة elongation. هسا طالب منا contraction تبع الديامتر، الديامتر قديش راح يصغر؟ اكيد الديامتر راح يصغر نتيجة Poisson's effect، فطالب منا نحسب قديش راح يصغر الديامتر. طيب بما انه نحكي هنا على Poisson's effect يعني نحتاجين Poisson's ratio. هل معطى معنا البوسونز ريشيو في السؤال؟ لا مش معطى معنا. هل محدد لنا الماتيريال عشان نروح على التيبل ونطلع؟ لا مش محدد لنا الماتيريال، حكى لنا الومنيوم بس ما حددناش بالضبط شو هو الالوي. طيب هون يعني يبدو انه في عندنا نقص في المعلومات، احنا بدنا بوسونز ريشيو نو بس ما عندنا بوسونز ريشيو. عندنا اي طلعناها، عندنا جي معطاه والواي. طيب فاذا هون بدنا نتذكر انه في علاقه ممكن نستخدمها اللي هي بالشكل التالي. G بيساوي E على 2 في 1 زائد Poisson's ratio. G معطى و E حسبناها، فراح نستخدم هذه الإيكويشن عشان نطلع Poisson's ratio. طيب بعد ما طلعنا Poisson's ratio كما مرة احنا بدنا نحسب التغير في الديامتر يعني lateral direction، فأول شيء بدنا نحسبه اللي هو strain في lateral direction. عندنا strain في longitudinal أو axial direction، فهسا بنطبق الإيكويشن تبعت بواسون اللي هي بتحكي لنا بواسون ريشيو نيجاتيف ايبسلون لاترال على ايبسلون لونجيتيودينال. عندنا لونجيتيودينال عندنا بواسون ريشيو، فبنحسب ايبسلون لاترال اللي هي طلعت نيجاتيف 0.0166 ملم على ملم. طيب هسه
هو فعليا شو اللي طالبه منا؟ مش طالب منا سترين، طالب منا تغير في الديامتر. فبناخذ سترين هذا وبنضربه في قيمه الديامتر الاصليه، فبيطلع معنا مقدار التغير في الديامتر. فالديامتر تبعنا راح ينقص بمقدار 0.0416 ملم. طيب اخر شيء ظل عندنا فعليا في تشابتر 3 اللي هو تو ابلكيشن اكزامبلز، خلينا نطلع عليهم بشكل سريع ونشوف شو في عندنا في هذول الاكزامبلز. طيب في السؤال الاول او في الاكزامبل الاولاني زي ما انتم شايفين هون في عندنا ستريس سترين دايجرام تبع الربر، الربر اللي هو المطاط زي ما انتم عارفين. طيب فهي قيمة سترين، هي قيمة ستريس، وخلينا نطلع على شكل الكيرف. فهي شكل الكيرف اللي بيطلع معانا لو سوينا تنسال تيست على الربر. طيب اول شيء بدنا ننتبه له انه فعليا الربر زي ما احنا عارفين بصير فيه ديفورميشن عالي، يعني لاحظوا قيم سترين لوين وصلت، وصلت ل 8 او 9، يعني اذا بدنا نحكيها كبرسنتج يعني وصل ل 800% او 900%، فبصير في ديفورميشن عالي عشان الفلكسبيليتي تبعته عاليه او ستيفنس تبعه قليل. طيب سؤالنا هنا هو كالتالي، هل الربر راح نصنفه انه داكتال ماتيريال او بريتل ماتيريال؟ احنا زي ما شفنا قبل هيك صنفنا الماتيريالز، شيء بنسميه داكتال شيء بنسميه بريتل. هسه حسب البيهيفير تبع الربر، هل راح نصنفه انه داكتال او هل راح نصنفه انه بريتل؟ طيب بجوز بخطر في بال بعضكم انه الربر داكتايل على اساس انه في ديفورميشن عالي، بس هو فعليا لا، بحسب الديفينيشن الربر ما هوش داكتايل، الربر هو بريتل مع انه في ديفورميشن عالي. ليش؟ عشان حكينا الداكتايل ماتيريالز هي الماتيريالز بصير فيها لارج اماونت اوف بلاستيك ديفورميشن، يعني الكي ووردز هناك او الكي وورد في الداكتايل ماتيريال هو بلاستيك ديفورميشن، بيرمننت ديفورميشن. الربر ما بصير فيه permanent deformation أو plastic deformation، لاحظ إذا بتشده بشكل كبير تتركه بيرجع زي ما هو. فبما إنه ما بصيرش فيه plastic deformation فمن ناحية التصنيف تبعنا هو brittle، مع إنه يعني مختلف عن brittle materials إحنا نتخيلها زي الجلاس زي الكونكريت، بس من ناحية definitions اللي إحنا عرفناها هناك هو بنعتبره brittle. شغلة ثانية بدنا ننتبه لها بالنسبة للربر، لاحظ إذا تطلع على الكيرف تبعه، يعني مع إنه brittle elastic من اوله لاخره، يعني من بدايه الكيرف لنهايته هو ستيل elastic بس ما هوش linear. فزي ما حكينا يعني في بعض الالاستيك ماتيريالز ما بيكونش الكيرف تبعها linear زي الربر. اوكي، الشيء الكويس في الميتلز انه بتكون elastic ولينير في نفس الوقت، فبالتالي نقدر نعرف لها يانجز مودولس طبق هوكس لو. هوكس لو ما بنطبق على الربر زي ما احنا شايفين. طيب هسه خلينا نشوف اكزامبل ثاني. مثلا هون بنحكي عن الكومبريشن تيست. خلال الكومبريشن تيست بنجيب عينه لها كونستنت كروس سكشن، تنحط على الماشين، تبلش الماشين تضغطها. اللي لما تضغطها زي ما حكينا اكيد بتقل الطول تبعها، تتوسع في اللاترال دايركشن. طيب بس اذا طلعنا عليها بشكل قريب عند منطقه تطبيق اللود، يعني هون لاحظ انه في هاي المنطقه عند البليت فعليا ما توسعت بشكل كبير زي اللي احنا شايفينه هون. هذا الشيء موضحين اكثر من خلال هذه الرسمه. زي ما انتم شايفين من خلال هذه الرسمه اذا نطلع على السبيسمن لما ضغطناها من النص توسعت اكثر عند الاطراف، ما تمددت او ما توسعت بشكل كبير. هسه هذا الشيء اللي بنشوفه هيك خلال الكومبريشن تيست، عاده بسموه بيرلينج عشان تاخذ يعني نوع ما شكل البرميل. فالسؤال هنا شو سبب هذا الشيء اللي احنا شايفينه؟ يعني ليش لما ضغطناها ما كانت خلينا نحكي زي هيك كبرت بشكل يونيفورم وصارت زي هيك؟ ليش ما توزعت بشكل يونيفورم؟ ليش صارت زي هيك؟ الجواب ببساطة بسبب الفريكشن. لاحظ انه ما بين البليت اللي هون والبليت اللي هون استخدمهم احنا نضغط في عندنا فريكشنال فورس، هذه فريكشنال فورس بتقاوم الحركة بهذا الاتجاه. فبسبب هذا الفريكشنال فورس الماتيريال اللي ملاصقة للبليت العلوية والماتيريال اللي ملاصقة للبليت السفلية فعليا ما بيقدروا يتمددوا في اللاترال دايركشن زي الماتيريال اللي بعيده عن النهايات. اوكي، فلهذا السبب عاده خلال الكومبريشن تيست هم بيحاولوا يسووا مينيمايزيشن لهذا الفريكشن. فمثلا في الكونكريت بيحاولوا يحطوا زي قطعه ربر شيء زي هيك عشان يوزعوا اللود عشان يقلل الفريكشن. في المتلز بيحاولوا يحطوا مثلا لوبريكنت زيت على الاسطح عشان يقللوا الفريكشن. طيب اذا هيك احنا نكون خلصنا من تشابتر 3 بشكل عام، والمحاضره الجايه بنبدا في تشابتر جديد. نوقف لحد هنا، يعطيكم العافيه.